يا هلا ومرحبا فيكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج تو كلينك. دكتورة عذاري الفضلي حياك الله معنا. الله يحييك دكتور، مشكورين وايد على الاستضافة وسعيدة وايد في تقديم هذه السلسلة من المواضيع معاكم. أكيد إن شاء الله دكتورة، إحنا أسعد ومستفيدين من وجود حضرتك معنا على أساس نوصل الكثير من رسائل توعية للسادة المشاهدين. دكتورة، يمكن تكلمنا في سلسلة من الحلقات عن بعض المشكلات النفسية وأيضا عن طرق تشخيصية والعلاجية، لكن دكتورة الحين قمنا نشوف أن في الفترة الأخيرة قام يتوفر عندنا مراكز معينة. هذه المراكز تعالج الكثير من الاضطرابات النفسية والمشكلات النفسية، ويمكن دكتورة في السابق ما كانت هذه المراكز موجودة. يمكن كنا نشوفها في الدول الغربية، حتى في على المستوى الرياضي دكتورة ما كنا نشوف قبل أن في مثلا استشاري نفسي أو إخصائي نفسي مع الفرق الرياضية أو مع اللاعبين. صحيح. لكن بالفترة الأخيرة قمنا نشوف في الدول الغربية هذا الشيء متواجد، وقمنا نشوف حتى الحين في بعض الدول العربية أيضا هذا الشيء صار في حاجة معينة، لأن له تأثير وايد إيجابي ويحل الكثير من المشكلات النفسية للرياضيين بشكل خاص. لكن لو بنروح على الناحية المجتمعية قمنا نشوف أنه حتى هنا في الكويت صار في بعض المراكز اللي تعالج هذه المشكلات النفسية. دكتورة أبي تكلميني في البداية المركز اللي أنتم تابعين له. نعم. دكتورة شو الخدمات اللي تقدمونها للناس من الناحية العلاجية لبعض الاضطرابات النفسية؟ نعم طبعا المركز يقدم خدمات شاملة استشارية تخص في تحسين وتحصين الصحة النفسية. والخدمات هذه تشمل الفئات من فئات مختلفة بالمجتمع، منها الكبار، الصغار، العلاقات الأسرية، وكذلك الموظفين أو الأشخاص اللي يمرون أو يعانون من ضغوطات وظيفية معينة. نقدم خدمات عديدة، منها المقاييس، اختبارات الذكاء، المقاييس لتشخيص الاضطرابات النفسية. نقدم كذلك استشارات للأطفال في تحصيلهم الدراسي. عندنا أخصائيين سلوكيين للحالات المدرسية خاصة في سلوكية الطفل في المدرسة. كذلك عندنا أخصائيين نفسيين يقدمون استشارات نفسية وعلاج نفسي، منها طبعا العلاج المعرفي السلوكي والعلاجات الأخرى الحديثة اللي تساعد وايد في حد من الاضطرابات النفسية. وكذلك مركزنا يقدم فكرة جديدة ويمكن حديثة في الوطن العربي اللي هو العلاج الجماعي أو الجروب الثيرابي، من خلال توفير بيئة آمنة لمجموعة تمر في نفس المشكلة، ونخلي هذه المجموعة تتكلم عن المشكلة أو التجربة اللي مروا فيها، ومن خلال سماعنا لتجارب بعض قاعد نستفيد من بعضنا البعض بدون إصدار أي أحكام، بدون طبعا تقديم أي نصائح أو أي حلول، فقط للفضفضة وللتعبير ولمشاركة تجاربنا مع الآخرين. وفائدة هذه المجموعة أو العلاج الجماعي طبعاً إنه تبين للشخص إنه أنت مو الوحيد اللي قاعد تمر في هذه المشكلة النفسية أو أي مشكلة قاعد تمر فيها، يعني في آخرين قاعد يمرون في هذه المشكلة، ويمكن هذه فائدة طبعاً اللي تأثر على الشخص أن أنا مو الوحيد، وبالتالي صحيح. يقدر أنه هو يمر من هذا الأزمة. ممتاز دكتورة، ما شاء الله خدمات جميلة يقدمها المركز عندكم، لكن عندي بعض النقاط راح نتكلم عنها بشكل مفصل أكثر بعد الفاصل إن شاء الله. أعزائي المشاهدين نأخذ فاصل ونرجع لمواصل حديث الشيق مع دكتورة عذاري الفضلي. يا هلا ومرحبا فيكم أعزائي المشاهدين، عدنا من بعد الفاصل. دكتورة عذاري كنا قاعد نتكلم عن المركز اللي يقدمون فيه الكثير من الخدمات بالنسبة للأشخاص اللي يكونون تحت ستريس أو ضغط نفسي وينتج عنه بعض الاضطرابات النفسية أو المشكلات النفسية، وبينتي لي أن أنتم تتميزون في بعض العلاجات الجماعية. نعم. كتبادل للتجارب والخبرات وأيضا بعض المشكلات، وأعتقد دكتورة أن هذه الجلسات أعتقد أنها هي وايد مهمة. نعم. دكتورة يعني يمكن في الكثير من الناس لما يتكلمون أنهم قدموا بعض النصائح حق عيالهم أو حتى حق ناس عندهم بعض المشاكل، يقول له أني أنا مريت بهذه المشكلة. صحيح. أنا كنت واحد من أهل الأشخاص
من الانسان يسمع ان في احد مر في هذه التجربه وعدى منها، او ان هذه تجربته وايد مثلا كبيره او صعبه وفي النهايه طلع منها بشكل ايجابي، تلقين انه هو تصغر عنده مشكلته. صحيح. في الكثير من الامثله يقول لك ان اذا شفت مشاكل الناس كبيره وانحلت تشوف تهون عليك مشكلتك. فاعتقد دكتوره ان هذه الطرق العلاجيه من اهم الطرق اللي انا يعني سعيد انها موجوده عندنا هنا بالكويت، لان دائما كنا نشوفها في الدول الغربيه. نعم. نشوف دائما انهم كانوا يقعدون مع بعض ويسولفون ويفضفضون وهكذا ويطلعون بنتيجه ايجابيه، فانا نعم. سعيد انها هي موجوده عندنا حاليا بالكويت. نعم فعلا، واحنا دائما نساعد الشخص انه هو يهتم في صحته النفسيه وبالجانب النفسي، وحتى يعني المسميات كانت وايد بسيطه وسهله، اللي هي القهوه مع نفسيتي، يعني انت حلو. تقعد مع نفسك وتفضفض وتتكلم وتتقرب اكثر لنفسيتك. ويمكن هذه بعد من احد الاشياء المميزه في كذلك في هذه المجموعات، ان احنا دائما مثل ما ذكر دكتور، ان كل ما نروح حق اي شخص ونتكلم معاه او نفضفض او نشرح اي مشكله قاعد نمر فيها، نلاقي اكثر من نصيحه. صحيح. ودائما المقربين يحاولون ان هم يساعدونا من خلال تقديم النصائح وتقديم الحلول، لكن مرات ما نبي نسمع النصائح، مرات ما نبي نسمع الحل، مرات فقط نبي نعبر. صحيح. عن المشاعر اللي بداخلنا، فقط نبي نفضفض، وهذا هذا هذا نص العلاج. أكيد. طبعا ان انا اتكلم وعبر وافضفض بدون اصدار اي احكام. صحيح. ومع الاشخاص اللي طبعا يكونون متفهمين لحالتي، هي بالتالي طبعا تعزز النفسيه وتعزز نفسيه هذا الشخص. صحيح دكتور، انا اعتقد ان هذه الفضفضه اللي احنا نسميها يمكن في بعض الناس يشوفونها انها هي بسيطه، لكن هي مثل الوجه الاخر للكبت. نعم. الكبت اللي ممكن يعانون منه الكثير من الناس اللي يمرون في هذه الضغوطات النفسيه، لكن ما يطلع هذا الحزن، ما يحاول انه هو يسولف، ما يحاول انه هو يخفف من نفسه من خلال الجلسات هذه المجتمعيه. نعم. او ما عنده شخص مثلا يتواصل معه بشكل مباشر اللي هو ممكن يخفف عنده الامور، فهذا الكبت دكتور اعتقد انه يولد الكثير من المشكلات النفسيه. اكيد طبعا، يعني وهذا مو بس عند الكبار، كذلك احنا نقدم نفس الفكره للاطفال. ممتاز. من خلال مجموعات صغيره يمرون من نفس المشكله، من هالتنمر بالمدارس، نحطهم مع بعض ودائما نخليهم انهم يعبرون عن المشاعر اللي بداخلهم عن طريق الرسم او التلوين او الفضفضه، وتمارين طبعا تمارين لها علاقه في التعبير عن المشاعر والتعرف عن المشاعر وكيفية التحكم في هذا الغضب أو هذا الشعور المزعج اللي مر فيه الطفل، خصوصاً بالفترة الأخيرة وايد منتشر. صحيح. في مدارسنا. صحيح دكتور، أنا أعتقد أن بمجرد أن هذا الطفل يعتقد أنه هو مو الوحيد اللي قاعد يمر في هذا الوضع أو في وضع التنمر، أعتقد أن هذه راح تكون أحد الأساليب. صحيح. العلاجية. دكتورة عذار الفضلي باسمي باسم أسرة برنامج تو كلينك، نقدم لك كل الشكر على كل المعلومات القيمة. شكراً لك. الله يسلمك إن شاء الله. أعزائي المشاهدين، وصلنا حق نهاية حلقتنا لهذا اليوم، نشوفكم في حلقات قادمة إن شاء الله. مع السلامة.